اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش فلفل اخضر بالهوت دوج. نطلع فاصل ونرجع نشوف المكونات. المكونات: هوت دوج مسلوق، مكعبات طماطم، بودره بصل وبودره ثوم وفلفل ابيض، جبنه تشادر مبشوره، جبنه كريميه، وفلفل اخضر مقطعينه بالطول كده ومفضيين البذر من جوه. اول حاجه هنعملها نخلط الجبنه الكريميه مع بقيه المكونات ما عدا الفلفل والهوت دوج. نحط طماطم، بودره البصل وبودره الثوم، فلفل ابيض، شادر، رشة ملح، نقلب. نجيب الفلفل هنحشيه بالخليط اللي احنا عملناه. وبعد كده نجيب الهوت دوج نقطعه كده على قد الفلفل، وبعد كده ندخله الفرن. كده تمام، طلعوا من الفرن. هو انا بقى سخن جدا، كده الساندوتش بتاعنا جاهز. ساندوتش فلفل اخضر بالهوت دوج، ساندوتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا. النهارده هنعمل عصير كيوي بالموز. المكونات: موز، كيوي، اناناس، تفاح، عسل، وتلج. نجيب الخلاط، نحط التفاح، اناناس، موز، كيوي، نحط التلج، نحط شويه ميه، عسل. نقفل ونخلط. كده العصير بتاعنا جاهز، عصير كيوي بالموز، ساندوتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا.